بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الحديث حول إبطال الرؤية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد ذكرنا بعض الأحاديث في هذا المجال من الكافي الشريف، والآن ننتقل إلى الحديث الرابع من باب إبطال الرؤية. الراوي وهو أحمد بن إسحاق، وكان من أجلاء أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري عليهم الصلاة والسلام. هذا كتب إلى الإمام الهادي يسأله عن الرؤية، وذلك لأن العامة كانوا هم الأكثرية وكانوا يعتقدون بإمكان الرؤية في الآخرة ولا زالوا، ومنهم من كان يعتقد بالرؤية في الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك كان أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام يسألونهم عن الحق في هذه المسألة، فأحمد بن إسحاق يسأل الإمام الهادي كتابة عن موضوع الرؤية. الإمام عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الجواب دليلا طبيعيا على عدم إمكان الرؤية، لأنه الأدلة تنقسم إلى أقسام، منها الأدلة النقلية، الاستشهاد بالكتاب العزيز القرآن الكريم وبالسنة المطهرة المتفق عليها. لكن إذا كان في الكتاب آيات محكمة وآيات متشابهة، والذين في قلوبهم زيغ يتمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم ويدعون أن المتشابه هو المحكم وأن المحكم هو المتشابه، ثم إن بالنسبة إلى السنة هناك أحاديث موضوعة ولا يمكن الاستناد والاستدلال بتلك الأحاديث الموضوعة، فهنا إذا كانت أحاديث متفق عليها فبها، وإذا لم تكن أحاديث متفق عليها فيمكن الاستدلال بالدليل العقلي أو بالدليل الطبيعي. ونقصد بالدليل الطبيعي أن هناك بعض الأمور مربوطة بالأجسام وبجسم الإنسان وما يرتبط به، فإذا ادعي شيء بالنسبة إلى ما يرتبط بجسم الإنسان فحينئذ يمكننا أن نذهب إلى العلم التجريبي أو العلم التجربي، وهذا العلم هو الذي يبين حقيقة جسم الإنسان وقابليات جسم الإنسان. الرؤية ترتبط بالعين، والعين أمر من جسم الإنسان، عضو من أعضاء جسم الإنسان، فهنا نذهب إلى طبيعة العين وطبيعة خواص العين وطبيعة قابلياتها لنرى أن هذا الشيء هل يمكن أن يرى أو لا يمكن أن يرى. الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يستند في بيان إبطال الرؤية إلى هذا الأمر الطبيعي. وحاصل ذلك أننا حينما نرى شيئا لابد
أن يكون هناك مجموعة من الشروط متوفرة حتى تتحقق الرؤية. الشرط الأول أن يكون المرئي في الجهة المقابلة، أن يكون أمامك لتراه، وأن يكون فاصلة بين العين وبين ذلك الشيء المرئي، لأنه لو لصق بالعين لما أمكنت رؤيته. أن تضع شيئا ملاصقا لعينك فإنك لا تراه، فيجب أن تكون هناك فاصلة بين العين وبين ذلك الشيء. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هناك نور، وهذا الأمر قد ثبت في العلم الحديث أيضا، أن النور ينطلق من مصدره من الشمس أو من النار أو من المصباح أو ما إلى ذلك، فهذا جزيئات النور تستمر في الحركة بسرعة فائقة أكثر من 300,000 كيلومتر في الثانية سرعة النور، فهذه تنطلق. إذا لم يكن أمامها جسم كثيف تستمر في الانطلاقة، لكن إذا اصطدمت هذه الجزيئات من النور بجسم كثيف، يعني له جرم لا كالهواء الذي لا جرم له، الهواء هذه الغازات هذه أجسام لكن أجسام لطيفة لا جرم لها، فلذلك يخترقها النور. وهناك بعض الأجسام الكثيفة التي لها أجرام كالبلور أيضا هذه لا تصد الجزيئات النورية بل تعبرها، لكن غالب الأجسام هي أجسام كثيفة، فالنور يصطدم بها. إذا اصطدم النور لا ينفذ، فإذا لم ينفذ يرتد. هذا النور يرتد، والإنسان إذا واقف تنتقل هذه الجزيئات إلى بصر الإنسان، فالإنسان عبر هذا النور يرى الأشياء. لذلك إذا لم يكن هناك نور لا تكن رؤية، أنت في الظلام افتح عينيك لا ترى شيئا إذا كان ظلاما دامسا. لماذا لا ترى؟ لأن النور وسيلة الرؤية، بصرك موجود لا خلل فيه، عينك موجودة لا خلل فيها، الأشياء المرئية أيضا موجودة، لكن لماذا لا تراها؟ إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأن النور يصطدم بالأشياء وينتقل وينعكس إلى البصر، والبصر ينقل هذه الجزيئات النورية إلى الدماغ فيرى الإنسان الأشياء. هذه شروط ثلاثة للرؤية، وهناك شروط أخرى، لكن الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف يكتفي بهذا المقدار. إذن الشرط الأول أن يكون المرئي في الجهة المقابلة للرائي، الشرط الثاني أن يكون هناك فاصلة بين الرائي والمرئي، الشرط الثالث أن يكون هناك نور يصطدم بالمرئي ويرجع هذا النور إلى البصر. هذه شروط الرؤية. نأتي الآن إلى رؤية الله سبحانه وتعالى. هذه الشروط غير متوفرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجهة، لأن الجهة مكان، والله خالق المكان. وقد ذكرنا في بحوث ماضية أن الله سبحانه وتعالى ليس في المكان، لأن المكان مخلوق والله خالق كل شيء، فلا يعقل أن يكون في المكان. الجهة المقابلة
هي مكان، فالله ليس يوجد في ذلك المكان، فلا مقابلة بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته، ومنها من المخلوقات عين الإنسان، فهذا الشرط مفقود. وأيضا الرؤية تتوقف على اصطدام النور بالشيء ورجوعه إلى البصر، وهل يعقل أن يدعي أحد أن النور يصطدم بالله سبحانه وتعالى وينعكس من الله؟ هذا معناه الجسمية، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم، الله هو خالق الأجسام، الله هو مجرد عن المادة، لأن الجسم هو مادة، سواء تكون تلك المادة مادة كثيفة لها جرم أو مادة لطيفة، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. إذن فلا معنى لاصطدام النور بالله، ولا معنى باصطدام المخلوق بالخالق ثم رجوع ذلك المخلوق عن الخالق. وأيضا إذا كانت هناك فاصلة من شروط الرؤية الفاصلة، فأيضا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى في مكان مقابل الإنسان، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط علما وقدرة بالمكان الفراغ الفاصل بينه وبين غيره حسب هذا الزعم. فإذن شروط الرؤية الطبيعية غير متوفرة، وتستحيل على الله سبحانه وتعالى، فذلك معنى أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يرى. هسه بعض الأشاعرة وكذلك السلفيون يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يرى في يوم القيامة بالقلب لا بالبصر، وإنما بالقلب. لماذا؟ لأنه بطلان الرؤية بالعين أمر جدا واضح، وإن ادعاه بعض المجسمة، لذلك حولوا الكلام الرؤية من العين إلى الرؤية بالقلب. زين، هذا الكلام أيضا كلام باطل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة اللعب بالألفاظ. الرؤية بالقلب هي المعرفة، عندما تقول رأيته بقلبي يعني عرفته، أنا عرفت هذا الشخص. وليس الرؤية بالقلب بمعنى النظر إلى الشيء وانعكاس صورة الشيء إلى دماغ الإنسان. وإذا ادعوا أنه لا في يوم القيامة القلب يتحول إلى أداة الرؤية للعين، نقول يعود نفس الإشكال، لأن القلب إذا تحول إلى أداة للرؤية بدل العين، فطريقة الرؤية بالقلب تكون نفس طريقة الرؤية بالعين، يعني أن يكون المرئي في الجهة المقابلة للرائي، وأن يكون هناك فاصلة، وأن يكون هناك نور ينعكس من المرئي إلى الرائي، فعاد المحذور نفسه. إذن تلخص من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام استدلال بالعلم التجريبي، العلم الطبيعي فيما يرتبط بجسم الإنسان، وأن الرؤية التي هي تتحقق في الإنسان يستحيل أن يرى عبر هذه الرؤية ببصره، يستحيل أن يرى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه الرؤية بالقلب فهي المعرفة في الحقيقة، وليست هي الرؤية بمعناها الحقيقي، بمعنى النظر إلى الشيء. ومروياتهم غير قابلة للتأويل، هذه التي وضعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه أنكم ترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر، يعني في ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر من الشهر القمري، حيث القمر مكتمل
ويرى كاملا، هكذا مروياتهم. إذا يردون يأولون هذه الروايات المروية من الرؤية بالبصر إلى الرؤية بالقلب، فالأولى هو تأويل الآيات المتشابهة في القرآن الكريم وإرجاعها إلى الآيات المحكمة. بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى دليل نقلي، يعني إضافة إلى هذا الدليل الطبيعي التجريبي، الإمام عليه الصلاة والسلام يأتي بدليل نقلي، والدليل النقلي هو الاستدلال بالآية الشريفة التي اتفق المسلمون أجمع بأنها آية محكمة، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء. جميع المسلمين من أهل العقيدة الصحيحة ومن سائر فرق المسلمين يعتقدون بأن هذه الآية آية محكمة. إذا الله سبحانه وتعالى رؤي، وكما ذكرنا الرؤية لها شروط، فصار شبيه بخلقه، شبيه بخلقه من حيث احتياجه إلى المكان، شبيه بخلقه من حيث الجهة المقابلة، شبيه بخلقه من حيث احتياجه إلى فاصلة مع خلقه، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك. فإذن الآية وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، مضافا إلى أنه المخلوقات ترى. فإذا قلنا إن المخلوقات ترى، وإذا قلنا بأن الله يرى، هذا صار تشبيه، والله سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه بخلقه، لأن المخلوقات كلها أجسام. وقد ذكرنا في بعض البحوث الماضية أنه لا مجرد عن المادة سوى الله سبحانه وتعالى، جميع المخلوقات هي مادية، لكن بعضها مادتها كثيفة، وبعضها مادتها لطيفة، وبعضها ألطف من اللطيف كالملائكة مثلا والروح، هذه مواد ولكنها لطيفة جدا. هذا خلاصة ما كتبه الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام إلى أحمد بن إسحاق. عن أحمد بن إسحاق هذا الحديث الرابع من باب في إبطال الرؤية من كتاب الكافي الشريف، قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام. أبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي، لأنه في اصطلاح الروايات أبو الحسن الأول هو الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، وأبو الحسن الثاني هو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وأبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. كتبت إلى أبي الحسن الثالث أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس. الناس قد اختلفوا في الرؤية، فبعض العامة يقولون يرى في الدنيا، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله رآه في المعراج، وبعض العامة يقولون لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، والبعض يقولون إنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، والبعض يقول إنه يستحيل أن يرى وهو الحق. فيسأل الإمام عليه الصلاة والسلام عن كلمة الفصل في هذه الأقوال المختلفة. وهذا كان دأب المخلصين والعارفين من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأن رسول الله ترك في أمته الثقلان، الكتاب والعترة، فإذا اختلفوا في شيء يردوه إلى الكتاب وإلى الرسول، والرسول عين العترة، فلذلك يرجعون إلى الكتاب وإلى العترة. إذا في الكتاب آيات متشابهة، فالعترة تفسر تلك الآيات المتشابهة. وما اختلف فيه الناس، فكتب
لا تجوز الرؤية، يعني لا تمكن، هذا الدليل التجريبي الطبيعي، لا تجوز يعني لا تمكن، لا تجوز الرؤية إلا إذا تحققت مجموعة من الشروط، ما لم يكن بين الرائي والمرء هواء. المراد بالهواء هنا هو الفراغ، يعني لا يكون هناك حاجز، يعني أنت لا ترى خلف الجبل، لا ترى خلف الجدار، فيجب أن يكون هناك فراغ بين الرائي والمرء، فاصلة، وأن لا يكون المرء ملاصق للرائي فلا يراه. وكلمة الهواء بمعنى الفراغ استعملت في القرآن الكريم كقوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أفئدتهم هواء يعني خالية عن الفكر والقصد. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف ما لم يكن بين الرائي والمرء هواء يعني فراغ وفاصلة. ينفذه البصر، يعني هذا الفراغ، هذه الفاصلة تسبب أن البصر ينفذ، لأنه لو كان ملاصقا لا ينفذ البصر فيه، لا يمكن أن يرى ما لصق بالعين. طبعا في هذه العبارة احتمال آخر، ولكن حيث أن العلم الحديث لحد الآن لم يكتشف ما في هذا الاحتمال الآخر نتركه، وهذا الاحتمال هو أنه البصر أو الرؤية تتوقف على وجود جزيئيات خاصة في الهواء، ولولا تلك الجزيئيات لم تمكن الرؤية. لكن حسب علمي هذا الأمر لم يثبت من العلم الحديث، فلا معنى لحمل كلام الإمام عليه الصلاة والسلام على هذا الاحتمال، وإن كان يمكن أن يكون في الواقع هو المراد، وأن العلم سيتطور وسيكتشف هذا الأمر، لكن الشرح الذي شرحناه لكلام الإمام بأن المراد بالهواء هو الفراغ، يعني أن تكون هناك فاصلة، فهذا هو الاحتمال الأرجح في شرح هذا الحديث الشريف. فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرء لم تصح الرؤية، يعني إذا لم يكن هناك بين الرائي والمرء فاصلة الرؤية ما تمكن، الشيء إذا كان ملاصقا للعين لا يمكن أن يرى. وكان في ذلك الاشتباه، هذا إشارة إلى الدليل النقلي، لأن الاشتباه بمعنى الشبه، وكلمة الاشتباه في القرآن الكريم استعملت بمعنى الشبه كقوله تعالى وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها، مشتبه هو نفس الاشتباه من نفس الباب، من باب الافتعال، مشتبه اسم الفاعل من باب الافتعال يعني شبيه. وكان في ذلك الاشتباه، لأنه حتى الخطأ يسمى اشتباه، لأنه ذلك الذي أخطئ فيه كان يشبه ما يقصده الإنسان. أنت تقصد دارا بالخطأ تذهب إلى دار أخرى لأنها شبيهة بالدار التي قصدتها، فالخطأ أيضا يسمى اشتباه لوجود الشبه بين ما أخطأ فيه الإنسان وبين ما قصده. وكذلك في الآية الأخرى حول عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم يعني قتلوا شخصا آخر شبيه لعيسى فزعموه أنه عيسى. لماذا؟ لأن الجيش الروماني الذي جاء بوشاية من بعض اليهود لقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ما كانوا قد رأوا عيسى من قبل، فرأوا رجلا فزعموه أنه عيسى فصلبوه بزعم أنه عيسى، مع أن الله سبحانه وتعالى كان قد رفع عيسى إلى السماء قبل ذلك، ولكن شبه لهم يعني شبيه لعيسى جاءوا وقتلوه. فلذلك الإمام يقول وكان في ذلك الاشتباه، يعني تشبيه الله سبحانه وتعالى
بخلقه. لماذا تشبيه؟ لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه. الرائي والمرئي، أنت إنسان تزعم بأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فالله في جهة بينك وبينه فاصلة، نور يصطدم به وما إلى ذلك، صرت شبيها لله، يراك الآخرون كما يرون الله سبحانه وتعالى، وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، صار اشتباه. وكان ذلك التشبيه المنفي في قوله تعالى ليس كمثله شيء. ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الدليل النقلي يكمل شرائط الرؤية، لأن الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات. يعني هل يمكن معلول بدون علة؟ هذا محال أن يكون هناك معلول بدون علة. أن توجد رؤية بدون شرائط الرؤية هذا أيضا محال. فلذلك لابد من اجتماع هذه الشروط لكي تتحقق الرؤية، لأنه المشروط محال عند عدم شرطه. فإذا كانت شروط الرؤية هذه التي ذكرناها، فهذه خاصة بالأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فلذلك لا يكون قابلا للرؤية. فتحصل أن الأدلة على إبطال الرؤية هي كثيرة، منها الأدلة النقلية وقد ذكرناها في جلسات ماضية، كقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وبينا أن الآيات المتشابهة ترجع إلى هاتين الآيتين المحكمتين وتفسر على ضوء هاتين الآيتين المحكمتين، وكذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه أدلة نقلية، وهناك أدلة عقلية وأدلة تجريبية طبيعية. هذه الأدلة بمجموعها تدل على أن الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأسمى من أن يرى، والإنسان ليس له القابلية لرؤية الله سبحانه وتعالى، وإنما قابلية الإنسان هي المعرفة، والمعرفة أمر قلبي. وإذا قالوا بأنه يرى بالقلب فهذا لعب بالألفاظ، إن لم يريدوا المعرفة، وإذا أرادوا المعرفة فهي ليست برؤية بحقيقة الرؤية، وإنما هي علم، والعلم ليس هو الرؤية وليس هو البصر، بل هو انكشاف حقيقة لدى الإنسان. فإذن الله سبحانه وتعالى أجل وأسمى من ذلك، والإنسان ليس له إلا قابلية المعرفة، وهذه المعرفة درجات. كلما الإنسان ازداد علما وازداد تقوى ازدادت معرفته، وكلما قل علمه وقل ورعه كانت معرفته قليلة، إلى أن يصل إلى درجة لا معرفة له بالله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى الحديث الرابع من باب إبطال الرؤية من كتاب الكافي الشريف، وهناك أحاديث أخرى وأدلة أخرى سنذكرها في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.